بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 20. على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه آخر آية من آيات الصيام في هذا السياق الذي ذكره الله سبحانه لسورة البقرة. أي صيام رمضان. وأما صيام التطوع وصيام الكفارة، صيام الكفارة فيه آيات أخر. صيام التطوع ورد في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وورد في السنة ما يرغب في صيام التطوع. وقوله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام، أي أبيح لكم ما كان ممنوعا في الأول من الأكل والشرب والجماع. كان الصيام في أول الإسلام أنهم يصومون إلى أن تغرب الشمس، ثم يفطرون إلى وقت العشاء إلى وقت العشاء الآخر. فإذا دخل وقت العشاء الآخرة صاموا، أو إذا نام أحدهم فإنه يلزمه الصيام. كان الصيام في أول الإسلام يلزم بأحد أمرين: إما دخول وقت العشاء الآخرة أو النوم قبله. من نام قبل العشاء فإنه يدخل في الصيام. فكان وقت الإفطار هو ما بين العشاءين فقط، فشق ذلك على المسلمين مشقة شديدة من ناحيتين. الناحية الأولى أنهم كانوا لا يصبرون عن نسائهم، فيحصل منهم بعض الخلل، يحصل منهم بعض الخلل، المخالفة للصيام مع النساء. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم،
والناحية الثانية المشقة من طول الصيام، لا سيما وأن أكثرهم كانوا أصحاب أعمال في النهار، كانوا أهل زراعة وأهل نخيل، وكانوا يحترفون ويكتسبون في النهار، فيشق عليهم الصيام الطويل. عند ذلك خفف الله عنهم فأباح لهم نساءهم وأباح لهم الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، واستقر الأمر على ذلك والحمد لله. أحل لكم ليلة الصيام، هذا نسخ لما كان قبل ذلك من تحريم هذه الأشياء بعد العشاء، نسخ الله ذلك فأباحها لهم طوال الليل تيسيرا منه سبحانه وتعالى عليهم وتخفيفا عنهم ورحمة بهم، لأن الله سبحانه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع ودواعيه، الرفث هو الجماع ودواعيه، كما قال تعالى في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث مراد به الجماع ودواعيه، لأن المحرم ممنوع من الجماع ودواعيه مدة إحرامه. كذلك هنا الرفث المراد به الجماع ودواعيه. ثم قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام، هذا في الليل فقط، أما في وقت الصيام فإن هذا حرام ويبطل الصيام. الجماع في وقت الصيام يبطل الجماع وهو حرام، وإنما أباحه الله في الفترة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولهذا قال ليلة الصيام، فرقا بينها وبين يوم الصيام. ثم قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الزوجان أحدهما لباس للآخر، أحد الزوجين لباس للآخر لتمام الملاصقة بينهما والتقارب بينهما والاستمتاع كل منهما بالآخر والملازمة
كملازمة اللباس، وكذلك الرجل ستر للمرأة والمرأة ستر للرجل، بمعنى أن أحدهما يعف الآخر، بمعنى أن أحدهما يعف الآخر عن الحرام ويقصر نظره عن الحرام. فهذا من تمام الحكمة في الزواج، في أنه يعف الزوجين ويغني الزوجين كل منهما بالآخر، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا بيان للحكمة في الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، فكل من الزوجين يغض بصر الآخر عن التطلع إلى ما لا يحل له، ويعف فرجه عن الحرام. هذا من مصالح الزواج العظيمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس ما يلبسه الإنسان ويستتر به ويغطيه، وسمى الله الليل لباسا، جعلنا الليل لباسا، بمعنى أنه يستر الناس بظلامه. هن لباس لكم، أي أزواجكم لباس لكم أيها الأزواج والرجال، وأنتم أيها الرجال لباس لهن لأزواجكم. ثم قال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. هذا بيان للحكمة من تمديد فترة الفطر طوال الليل، لأن الله علم أن بعض الرجال يختانون أنفسهم فيقعون على زوجاتهم في وقت الصيام بالليل، لأن طول الصيام يشق عليهم، ربما يحملهم ذلك على المخالفة، عدم الصبر. علم الله بعلمه سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء. الله يعلم كل شيء قبل وقوعه، ويعلمه إذا وقع، يعلم الشيء قبل وقوعه. قد علم الله ما كان وما يكون في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض، ويعلم
ذلك أيضا عند وقوع الشيء وحدوثه، فهو علم متجدد من العلم الشامل العام. علم الله أنكم كنتم أيها الرجال تختانون أنفسكم الخيانة المخالفة، فيحصل من بعضكم معاشرة لزوجته في الليل مع أنه ممنوع لأن البشر ضعيف، الإنسان بشر، البشر ضعيف قد تتغلب عليه نفسه شهوته، لا سيما إذا منع من الشيء الذي يشتهيه ويريده. فالإنسان بطبيعته البشرية قد لا يصبر ولا يتحمل، فلما علم الله ذلك منهم رحمهم، وهذا من حلمه سبحانه ورحمته، حيث لم يعاجلهم بالعقوبة بل تاب عليهم. فتاب عليكم، التوبة هي الرجوع، والتوب هو الرجوع، والأوب هو الرجوع، آب أي رجع، وتاب أي رجع. والمراد به الرجوع، المراد به هنا الرجوع من الحكم الشديد إلى الحكم الخفيف، وأيضا التوب من الله هو رجوعه على عباده بالمغفرة، رجوعه وعوده سبحانه إلى عباده بالمغفرة والرحمة. والتوبة من العبد هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن المخالفة إلى الموافقة. فالله يتوب والعبد يتوب، الله يتوب على عبده بمعنى أنه يرجع عليه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، يعود عليه بالفضل والإحسان. والله هو التواب كثير التوبة، ويقبل التوبة عن عباده. هذه التوبة من الله. التوبة من العبد هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، ومن المخالفة إلى الموافقة. وإذا تاب الله على عبده، تاب العبد من ذنبه، إذا تاب الله على عبده فإن العبد يتوب من ذنبه بتوفيق من الله سبحانه وتيسير من الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عليكم إن رجع عليكم بفضله وإحسانه ولم يؤاخذكم بما حصل منكم، بل وزادكم سبحانه بأن عفى عنكم، عفى عما حصل منكم، فجمع سبحانه لهم
بين التوبة والعفو عنهم. تاب عليهم، رجع إليهم بالفضل والإحسان والعطف والرحمة ولم يعاجلهم، وعفى عنهم بأن محى أثر المعصية ومحى ما يترتب عليها من العقوبة فضلا منه وإحسانا منه سبحانه. والعفو يقال عفى الأثر إذا محى وزال، أي أن الله محى سبحانه محى أثر هذه المعصية وهذه المخالفة، محى أثرها وما يترتب عليها من العقوبة وأبدلهم بالثواب، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال: فالآن باشروهن. الآن يعني بعدما أحل الله لكم ذلك، دل على أنهم قبل الآن كانوا ممنوعين، وبعد أن تاب الله عليهم وعفى عنهم أباح لهم ما كانوا ممنوعين منه في الأول مع نسائهم. فالآن باشروهن، الآن باشروهن بمعنى أنه يجوز للرجل أن يمس زوجته وأن يضاجعها وأن يجامعها بالليل بكل ما أباح الله للرجل من زوجته، فإنه مباح له في ليل الصيام. والقرآن الكريم يأتي التعبير فيه عن الأشياء المستكرهة بألفاظ طيبة وكنايات، فإنه لا يصرح بذكر الشيء المستكره، لا يصرح بالجماع، وإنما يأتي بلفظ يكني عنه كناية: باشروهن، ولم يقل جامعوهن. القرآن دائما يعبر عن الأشياء المستكرهة والأشياء التي لا ينبغي تلفظ بها صراحة، يأتي بكنايات. فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ولم يقل الجماع. الرفث كناية. باشروهن ولم يقل جامعوهن، مع أن هذا هو المقصود، ولكنه سبحانه يأتي بألفاظ طيبة نزيهة، مما يدل على أن الأشياء التي يستحيا من ذكرها لا تذكر صراحة، وإنما تذكر بألفاظ كناية. فهذا من الأدب، من الأدب الشرعي. الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. اطلبوا، ابتغوا يعني اطلبوا ما كتب الله لكم، ما قدره لكم سبحانه، ما قدره لكم وشرعه لكم. وما هو هذا الشيء الذي كتبه الله لنا وأمرنا أن نطلبه؟ قيل هو ليلة القدر،
ابتغوا ما كتب الله لكم، أي ليلة القدر، لأن ليلة القدر في رمضان وهي ليلة عظيمة، ينبغي للمسلم أن يحرص على طلبها، لأنها خير من ألف شهر. وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد، من الولد والنسل، وهذا من مقاصد، هذا من مقاصد الزواج، طلب الذرية وطلب النسل. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذا عطف على باشروهن، كلوا مما أباح الله لكم من الطعام وما تيسر لكم، واشربوا من الأشربة المباحة الطيبة، كلوا واشربوا حتى يتبين، حتى حرف غاية، غاية ونهاية، نهاية، حتى يتبين يتضح لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مراد بهما بياض النهار وسواد الليل، حتى يتميز بياض النهار حين طلوعه من سواد الليل. هذا فيه دليل على أن بداية الصيام تكون بطلوع الفجر الثاني الذي ليس بعده ظلمة، ليس بعده ظلمة، لأن الفجر فجران، فجر الأول هذا لا صيام عليه لأنه يأتي بعده ظلام، الفجر الثاني هو الذي عليه الصيام وهو البياض المعترض في الأفق، والفجر الأول بياض مستطيل، عمود مستطيل، ثم يأتي بعده ظلمة. أما الفجر الثاني فهو البياض المعترض في الأفق الذي لا يأتي بعده ظلمة، وهذا هو بداية الصيام ونهاية الفطر. كلوا واشربوا حتى، أي إلى أن يتبين، أن يتضح، يتضح الخيط الأبيض وهو النهار من الخيط الأسود وهو الليل. فدل هذا على أن نهاية الأكل والشرب والجماع هو طلوع الفجر الثاني، ثم يبدأ الصيام. ونترك بقية الكلام على الآية أو ما تبقى من الآية إلى درس قادم إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله القبول والمغفرة والتوبة والستر علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي شروط التوبة النصوح وكيف نشعر بها؟ التوبة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
أيرجعوا، توبوا أيرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته، واتركوا معصيته ومخالفته. التوبة الصحيحة والنصوح، نصوح معناها الخالصة، توبة الخالصة، ولها ثلاثة شروط ذكرها أهل العلم. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي ترك الذنب، ترك الذنب. أما الذي يتوب ولا يترك الذنب فهذا كذاب، توبته غير صحيحة وغير نصوح، غير خالصة. لأن من الناس من يردد التوبة والاستغفار ولكنه مقيم على الذنوب لا يتحول عنها، يتوب بلسانه فقط، هذه ليست توبة. هذا الشرط الأول، أن يترك الذنب تركا نهائيا ويبتعد عنه. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه، لأن تكون توبته مؤبدة، يتوب في وقت محدد، ثم بنيته أنه يرجع إلى الذنب بعد ذلك الوقت، هذا توبته غير صحيحة لأنها توبة مؤقتة. فمثلا الذي يتوب في رمضان ويجتهد في العبادة والطاعة وفي نيته أنه إذا انسلخ رمضان يعود إلى حالته الأولى من ترك الصلاة وفعل المحرمات، هذا توبته في رمضان غير صحيحة وغير مقبولة ولا تنفعه عند الله شيئا، لأنه ينوي الرجوع إلى المعاصي بعد مضي رمضان أو غيره من الأوقات المحددة. الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه، يكون عنده ندم وحياء من الله وانكسار وذلة أمام الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يندم على ذنوبه بل يفتخر فيها فهذا توبته غير صحيحة، لأنه لم يندم على ما حصل منه، وإنما قد يذكر هذه الأشياء ويتمدح بها ويتبجح بها ويظن أنها مغفورة له، فهذا شرط عظيم وهو الندم على ما حصل منه، هذا علامة على صدق التوبة. وفي الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى أن ذنبه مثل الذباب الذي يقع عليه ثم يطير لا يراه شيئا. هذا فرق ما بين المؤمن والمنافق في شعور كل منهما بذنبه. هذه شروط التوبة فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. وهناك شرط رابع، إذا كان الذنب بين العبد وبين الناس، يعني يكون ظلمهم أو اعتدى عليهم أو أخذ حقوقهم، فمع هذه الشروط الثلاثة شرط رابع وهو أن يرد المظالم على أهلها ويطلب منهم المسامحة، يطلب منهم المسامحة، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا بردها عليهم أو مسامحتهم فيها. نعم.
يقول السائل: خرجت من بلدي وأنا عازم على تأدية العمرة، فلما وصلت الميقات لم أستطع لبس ثياب الإحرام لأنها كانت بداخل مخزن الباخرة، فماذا أفعل الآن لتأدية العمرة؟ يا أخي، كان يوم وصلت الميقات أحرمت. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. وأما الثياب إذا كنت تستطيع تغييرها ولبس ملابس الإحرام فهذا واجب، وإذا لم تستطع فأنت تحرم ولو عليك ثياب، تحرم ولو عليك الثياب، تخفف الثياب وتخلي ما يستر عورتك، تشيل غطاء الرأس، تشيل ما على الرجلين، تشيل ما على اليدين، وتبقي ما يستر عورتك ولو بالسراويل. يجوز لك تلبس السراويل إذا ما كان عندك ملابس إحرام، تحرم بالسراويل السروال، وتنزع الثوب وتلتحف به، تخليه على شكل رداء، تشيل الثوب والقميص تنزعه وتلفه على كتفيك وعلى جسمك، وتترك السروال يستر عورتك إلى أن تجد ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك إذا وجدتها تغير الملابس وإحرامك صحيح. أما الآن وقد جئت ولم تحرم جهلا منك في هذا الحكم، وتريد الآن العمرة، فعليك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به، عليك أنك ترجع إلى الميقات الذي مررت به حال قدومك إلى مكة وتحرم منه، ولا شيء عليك إذا رجعت. نعم. يقول السائل: في بلدنا يكثر الذهاب إلى مشايخ الصوفية والطواف بالقبور مع عمل الموالد البدعية والعمل فيها المآكل والمشارب، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ هذه الأمور التي تقع في بعض البلاد من الاعتقاد بالأموات وأنهم ينفعون ويضرون، والتعلق بقبورهم، وفعل البدع والأعياد، أعياد الموالد وغير ذلك، هذا كله من سكوت العلماء وطلبة العلم، سكوتهم عن الدعوة إلى الله، سكوتهم عن البيان للناس، حتى ظن الناس أن هذا أمر جائز. لما سكت العلماء في بلادهم ظنوا أن هذا أمر جائز، بل إن بعض العلماء يدعو إلى هذه الأشياء فيضل الناس والعياذ بالله، فتسبب عن هذا فشو الشرك وفشو عبادة الأضرحة والقبور وفشو البدع، لأنها ليس لها نكير من أهل العلم. الواجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن ينهضوا بالدعوة إلى الله بجد وإخلاص، وأن يبينوا للناس هذه الأمور الشركية وهذه البدعية ويحذروهم منها، هذا هو الواجب على الجميع. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الواجب على العلماء وطلبة العلم وكل من عنده غيره لله، كل من عنده دين، الواجب أن يحذروا من هذه الأمور وأن يبينوا حكمها ولا يسكتوا عنها، فإن سكوتهم سبب لانتشارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول السائل: هل من شروط صحة الاعتكاف
التفرغ التام للعبادة داخل الحرم بحيث لا يجوز الخروج لشراء بعض الأغراض. نعم، الاعتكاف هو البقاء في المسجد، سواء المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة. يعتكف يعني يمكث ويلبث في المسجد، ويجوز أن يخرج لحاجته التي لا بد منها كإحضار الطعام له أو قضاء حاجته والوضوء والطهارة، يخرج للأشياء التي لا بد له منها. وأما الأشياء التي لا يحتاج إليها كالبيع والشراء وزيارة المرضى وصلة الأرحام وغير ذلك، هذه يؤجلها إلى أن يخرج من الاعتكاف. نعم. يقول السائل: كم يكون سن المرأة الأجنبية التي يحرم مصافحتها؟ نعم، المرأة البالغة التي بلغت، يعني حاضت، بلغت سن المحيض فخرجت من الطفولة إلى سن المرأة، هل يحرم أن يصافحها الرجل وهي غير محرم له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة. المرأة التي تحرم مصافحتها هي المرأة البالغة. نعم. يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة أو بيتا جديدا ذبح على ذلك شاة ولطخ ببعضها ولطخها بالدم، هذا من أعمال الجاهلية ومن الشرك، لأنهم يعملون هذا للجن، يذبحون للجن من أجل أن لا يضروهم بزعمهم، هذا شرك بالله وذبح لغير الله عز وجل، خوف من الجن، هذه عادة جاهلية وعادة شركية، فيجب تركها والتحذير منها. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إذا نزلنا منزلا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا نزلت منزلا في بيت أو في البر أو في أي مكان فإنك تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يعنون الجن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قالها المسلم فإنه لا يضره شيء ما دام في منزله ذلك. نعم. يقول السائل: بعض الناس لا يقطعون التلبية إلا بعد وصولهم إلى الكعبة، فهل هذا صحيح؟ نعم، تلبية تبدأ من الإحرام وتستمر إلى أن يشرع في الطواف. إذا شرع في طواف العمرة انقطعت التلبية، هذا في العمرة. وأما الحج فيلبي من حين يحرم إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمأموم متابعة إمامه بالمصحف؟ لا، لا يجوز هذا، لأن هذا يشغل المأموم عن استماع القرآن ويشغل نظره بالحروف والكتابة فينصرف عن صلاته إلى النظر في الكتابة، وأيضا يعطل السنة التي هي قبض
اليدين على الصدر، لأنه يقبض المصحف بيد ويرسل اليد الأخرى، يفوت السنة هذه. نعم. يقول السائل: بعض الشباب يزهد في العلماء ويصفهم بأنهم لا يفقهون الواقع، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ هؤلاء لا يلتفت إليهم، هؤلاء سفهاء، وإذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هؤلاء سفهاء يجب تركهم وعدم الالتفات إليهم، لأنهم لا يعرفون قدر العلم ولا قدر العلماء، فلذلك تكلموا بهذا الكلام. نعم. يقول السائل: ما حكم من أمذى في نهار رمضان؟ إن كان هذا بسبب النظر هذا حرام، لا يجوز له النظر وهو صائم إلى النساء أو إلى ما يسبب خروج المذي والشهوة، هذا حرام. وإن كان هذا يخرج منه بدون قصد وبدون هلا، فليس فيه شيء إلا الوضوء، عليه أنه يستنجي إذا أراد الصلاة، يستنجي ويتوضأ. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين البدع والمصالح المرسلة؟ مصالح المرسلة في أمور العادات، في أمور العادات، وأما البدع فهي في أمور الدين، في أمور الدين، ولا يجوز أن يحدث في الدين شيء لم يشرعه الله ولا رسول. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. المصالح المرسلة في المنافع، وأما البدع فهي في العبادات، بينهما فرق. نعم. يقول السائل: هل الزواج من الأسباب التي تعين طالب العلم على طلبه، أم أن الأمر بخلاف ذلك؟ نعم، هو إذا كان فيه شهوة قوية ويخشى على نفسه فإن زواجه خير له وأعف له وأغض لبصره، ويحصل له الإقبال على طلب العلم والسكينة، بخلاف الذي لم يتزوج وهو شاب وعنده شهوة قوية فإنها تشوش عليه ولا يتمكن من طلب العلم، فهو من الحاجيات، والزواج من الضروريات للشاب، إذا كانت عنده شهوة فهو من الضروريات له. نعم. يقول السائل: شخص طاف بالبيت 6 أشواط ثم سعى سبعة أشواط ثم تحلل من الإحرام، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يعيد ملابس الإحرام، لأنه ما تحلل، باقي الإحرام باقي عليه، فيعيد ملابس الإحرام ويرجع ويطوف بالكعبة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يقصر من رأسه. نعم. يقول السائل: هل أجر الصلاة في مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟ نعم، الحرم كله ما كان داخل الأميال وكله يسمى بالمسجد الحرام، وكله يحصل فيه المضاعفة، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة في مساجد مكة كلها. نعم. يقول السائل: هل يقع طلاق من حلف بالطلاق وهو كاذب؟ نعم،
طلاق إذا تلفظ به وقع، سواء كان جادا أو هازلا، مازحا أو غير مازح. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. طلاق ما فيه لعب ولا فيه مزح، إذا طلق تطلق زوجته ولو كان مازحا. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي بعدما اعتمرت عن نفسي أن أعتمر عن والدة المتوفاة وأختي المريضة مرضا مزمنا؟ يجوز هذا، لكن اتيانك بالعمرة لوالدتك أو لأختك بالسفر إذا جئت مرة ثانية يكون أحسن من أنك تخرج من مكة وتأتي بعمرة، هذه عمرة ناقصة. خروجك من مكة إلى الحل والإحرام بعمرة، هذه عمرة ناقصة. أما العمرة الكاملة والتامة والصحيحة هي التي تأتي بها من سفر، تقدم بها من سفر من بلدك، هذه أكمل وأتم لوالدتك أو لأختك أو لمن تشاء. نعم. يقول السائل: إذا كنت داخل المسجد ثم خرجت لبعض حاجتي كدورات المياه، فهل يجب علي إذا عدت أن أصلي ركعتي تحية المسجد؟ إذا خرجت من المسجد بنية الرجوع فأنت في حكم الباقي في المسجد، فلا تأتي بتحية المسجد إذا دخلت، لأنك خرجت بنية الرجوع، فأنت مثل الجالس في المسجد. إنما تحية المسجد لمن دخله أول مرة يريد الجلوس فيه. نعم. يقول السائل: وإذا صليت زيادة خير، إذا صليت زيادة خير، لكن ما يسمى هذا تحية المسجد، يسمى صلاة نافلة. نعم. يقول السائل: رجل كان قد اشترى تلفازا وجهاز فيديو قبل أن يكون مستقيما، والآن والحمد لله تاب الله عليه، يقول: هل أبيع هذين الجهازين أم ماذا أفعل؟ لا شك أن التخلص منهما وإبعادهما عنك وعن أولادك أنه خير، فأن تخلص منهما بالطريقة التي تراها، لكن لا تعطيهما لمن يستعملهما في الحرام، لا تعطيهما لمن يستخدمهما في الحرام في الأغاني والمزامير و... نعم. يقول السائل: هل تجوز الرقية بالكهرباء إذا استصعب على الراقي إخراج الجن؟ إخراج الجن بالرقية، ما هو بالكهرباء، بالرقية الشرعية، قراءة القرآن على المصاب والنفث عليه يكون بهذه الطرق، طرق الرقية الشرعية والتعويذات الشرعية. ومن العلماء من يرى أنه يجوز ضرب المصاب، لأن الضرب يقع على الجن ولا يقع على الآدمي، لكنه الضرب الذي لا يكسر العظم ولا يشق الجلد، وإنما يكون ضربا متوسطا. هذا رأي بعض العلماء، إذا تأكد إن فيه جن فله أن يضربه، يقول: والضرب لا يقع على الآدمي وإنما يقع على الجني. أما أنه ينفتح الباب للضرب والكهرباء ولو كان ما فيه جني، لأن ما هو كل مصاب يكون فيه جني، هذا يضر الناس، هذا يضر المرضى ويزيدهم مرض، هذا ما يصلح إلا لمن يعرف هذه الأمور ويتقنها.
ويعرف المجنون من غيره. أما كل يضرب وكل يستخدم الكهرباء وقد يكون 19 المرضى ليس فيهم جن، يكون الضرر على نفس الآدمي. نعم. يقول السائل: ما قولكم في من يقول يجب علينا الآن التركيز على توحيد الربوبية لأنه لا يصفو توحيد الألوهية إلا بتوحيد الربوبية؟ هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل ما يعرف. توحيد الربوبية ما يكفي، الرسل لم يدعوا إلى توحيد الربوبية، كلهم ما دعوا إلى توحيد الربوبية، وإنما دعوا إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية موجود في الناس في الفطرة، حكم الفطرة، كل الناس يقرون بتوحيد الربوبية، حتى أبو جهل وأبو لهب يعترفون بتوحيد الربوبية، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هذا في القرآن ذكره الله عنه في القرآن، لهم يعترفون به، وإنما أنكروا توحيد الألوهية، ما يريدون أن العبادة تكون لله وحده، يريدون أن تكون العبادة لله وللأصنام والأحجار والأشجار. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهم أنكروا توحيد الألوهية ولم ينكروا توحيد الربوبية. فهذا الجاهل الذي يقول يركز على توحيد الربوبية هذا تحصيل حاصل، هذا موجود ولا يغني البقاء عليه وحده، ما يغني. وإذا الإنسان أقر بتوحيد الألوهية فإنه يلزم أنه قد أقر بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بلا شك. نعم. يقول السائل: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. السؤال: هل هؤلاء موجودون اليوم؟ نعم، الحديث هذا في صحيح البخاري وغيره أنه يكون دعاة ضلال، يكون هناك دعاة ضلال من أجل الابتلاء والامتحان، وهم من جنسنا، من هم منا، من قبائلنا ومن بلداننا، وقد يكونون من أقاربنا أيضا، دعاة ضلال يدعون الناس إلى الضلال، إلى البدع، إلى الشرك، إلى عبادة القبور من دون الله عز وجل، وما أكثرهم، كثيرون في هذا الزمان يدعون الناس إلى استحلال الحرام، استباحة المحرمات باسم التوسع وباسم المسايرة للدول وإلى غير ذلك، وأن تحريم المحرمات أنه تحجر وتضييق على الناس، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله لأجل مسايرة العالم. هذول موجودين الآن بكثرة، وبوسائل الإعلام خاصة وبالفضائيات كثيرون يدعون إلى الضلال ويزينون للناس الشرك والبدع والمحدثات، هذا كثير موجود. نعم. يقول السائل: إذا أتيت وهم يصلون صلاة الميت ولم أصلي الفريضة، فهل أصلي على الميت ثم أصلي الفرض؟ نعم، إذا جئت ويصلى على جنازة صل معهم على الجنازة ثم تصلي الفريضة، لأن الفريضة ما تفوت، الفريضة لا تفوت، وصلاة الجنازة تفوت، صل معهم بعد ذلك صل الفريضة. نعم. يقول السائل: ما هي السنة في قص الشارب؟ السنة في قص الشارب إحفاؤه بحيث لا يترك يطول، يقصه ويجزه ولا يتركه يطول، ويتعاهده في كل أسبوع
لكل أسبوع يتعاهده ويقصه ويجزه ولا يتركه يطول ويتشوه. نعم. يقول السائل: رجل طاف بالبيت ولم يشر إلى الحجر الأسود ولم يكبر، ما حكم طوافه؟ طوافه صحيح، لأن الإشارة إلى الحجر أو تقبيله أو استلامه هذا سنة من سنن الطواف وليس واجبا. فإذا طاف ولم يستلم الحجر ولم يشر إليه هذا ترك سنة وطوافه صحيح. نعم. يقول السائل: هل قتل الذباب في مكة يترتب عليه شيء؟ هذا من جنس سؤال أهل العراق اللي يسألون عن البعوض ويقتلون الحسين. ما قتل الذباب هذا مؤذي، المؤذي يقتل في الحل والحرام، الذباب مؤذي يزال أذاه بقتله. نعم. يقول السائل: هل يقبل دعاء الكافر؟ في حالة الضرورة يقبل دعاء الكافر، في حالة الضرورة، لأنه يخلص الدعاء في حالة الضرورة فيستجاب له، ولأن الله سبحانه وتعالى ربه وهو بحاجة إلى ربه عز وجل، فيخلص الدعاء في حالة الضرورة فيستجاب له في حالة الضرورة والشدة. نعم. وكذلك يقبل دعاء الكافر إذا كان مظلوما، دعاء المظلوم يستجاب ولو كان كافرا. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.